بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات إدارة الإنتاج. تناولنا المحاضرة السابقة الجزء الأول من الفصل السابع، وكان بيحمل عنوان الرقابة على الجودة. والنهاردة إن شاء الله هنستكمل هذا الفصل، وهنتناول مفهوم تكاليف الجودة وأنواعها وأدوات الرقابة على الجودة وخرائط الرقابة على الجودة. طيب، هنتناول أول عنصر وهو تكاليف الجودة. كنا قلنا المحاضرة السابقة إيه المقصود بكلمة جودة؟ قلنا والله إن الجودة مفهوم قد يختلف لدى المنتج عن المستهلك. المنتج قد يعرفه إن هو مدى التطابق مع المواصفات المحددة، لكن العميل أو المستهلك بيعرفه من زاوية تانية خالص، بيقول والله هل السلع اللي أنا اشتريتها ملائمة للاستخدام؟ هل السلع أو الخدمة اللي هو حصل عليها قدرت تشبع حاجاته ورغباته، ويعني كانت متوافقة مع توقعاته وآماله أم لا؟ طيب، ده باختصار شديد اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت يعني ايه كلمة جودة. لكن لما نيجي نقول تكاليف الجودة، اي منشأة بتسعى طبعا انها تحقق الجودة، ولكن عشان تحقق الجودة لابد انها تتحمل تكلفة. وبالتالي عشان كده بنقول والله ان تكاليف الجودة هي عبارة عن كافة التكاليف التي تتحملها المنشأة لتحقيق مستوى الجودة المطلوب. طيب، ايه هي انواع تكاليف الجودة؟ انواع تكاليف الجودة المفروض ان يعني العلماء بوبوها الى تبوبها الى صنفين او نوعين. اولا تكاليف المطابقة، ده اول نوع. تاني حاجة تكاليف عدم المطابقة. طيب، تكاليف المطابقة دي ايه هي؟ اللي هي التكاليف اللي بتتعملها المنشأة لكي تنتج منتج مطابق للمواصفات والمعايير المحددة. طيب، تكاليف المطابقة دي بتشمل ايه؟ بتشمل مجموعة حاجتين مع بعض، بتشمل حاجة بنسميها تكاليف الوقاية مضاف اليها تكاليف التقييم. طيب، ايه هي تكاليف الوقاية؟ التكاليف الوقائية او احيانا بنقول عليها تكاليف المنع او البريفيجن كوست، هي عبارة عن التكاليف اللي بتتحملها المنشأة أو بتنفقها لمنع حدوث عيوب في المنتج. يعني بتحاول تتحمل تكلفة عشان تمنع إنتاج وحدات معيبة، وبالتالي عشان كده بيطلق عليها تكاليف المنع، أو أحيانا بيطلق عليها تكاليف وقائية. التكاليف الوقائية هي عبارة عن تكاليف بتتحملها المنشأة لكي تقي نفسها من التعرض إن منتجاتها تبقى غير مطابقة للمواصفات، أو إنها تنتج منتج معيب أو غير جيد. طيب، التكاليف الوقائية دي بتشمل إيه؟ قال لي والله بتشمل تكاليف التخطيط للجودة. أنا دلوقتي عايزة أعمل جودة في المنشأة بتاعتي، يبقى لابد أن يكون هناك تخطيط لعمل نظام للجودة، وإزاي هذا النظام هيتم تصميمه، وإزاي هيتم تطويره. كل البنود دي لها تكاليف، وبالتالي المفروض كل التكاليف المتعلقة بهذه البنود بعتبرها هي تكاليف وقائية أو تكاليف بتمنح حدوث عيوب في المنتج. أيضا بتشمل التكاليف الوقائية تكاليف التحكم في العمليات التشغيلية، تكاليف اللي بتتحملها المنشأة لكي تقوم بتدريب العاملين في مجال الجودة. أيضا بتشمل التكاليف المرتبطة بعملية الفحص والتقييم والتحليل والمراجعة للبيانات الخاصة بالجودة. بتشمل أيضا التكاليف اللي بتتحملها المنشأة لكي تقوم بتحسين وتطوير في برامج الجودة. المنشأة دايما، أي منشأة بتسعى دائما إلى تحقيق الجودة، بيكون عندها دائما وأبدا يعني مثلا أمل أو برامج يمكن من خلالها إنها ترفع أو إنها تحسن الجودة بتاعتها. يعني مثلا لو أنا بنتج منتج جودته حوالي 60%، المفروض إن أنا كمنشأة
أسعى إن أنا أرفع الجودة من 60 مثلا ل 80. عشان أعمل أو أحقق هذا الهدف لابد إن أنا هبتدي أطبق برامج بتساعدني إن أنا أرفع مستوى الجودة بتاعي من 60 ل 80. تكلفة هذه البرامج بتعتبر من ضمن التكاليف الوقائية. طيب نيجي للنوع الثاني وهو تكاليف التقييم أو الأبريزر كوست. الأبريزر كوست بتاعتي أو الأبريزر كوستس بتاعتي أنا هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن التكاليف من اسمها، هي تكاليف التقييم. يعني إيه تقييم؟ يعني إن أنا هبتدي أنا كمنشأة هبتدي أتحمل تكلفة. هذه التكلفة مرتبطة بعمليات إيه؟ بعمليات الفحص والاختبار والتقييم لمستوى جودة المنتجات اللي أنا بنتجها. وبالتالي عشان كده بنقول على هذه التكاليف المرتبطة بعملية القياس والفحص والتقييم، دي كلها بقول عليها تكاليف appraisal costs أو تكاليف التقييم. طيب دي بتشمل إيه؟ بتشمل أولا تكاليف فحص المواد الواردة من الموردين، من يعني المورد هو اللي بيوردني المادة الخام بتاعتي، وبالتالي المفروض مجرد هو ما بي يعني ما بيورد لي الشحنة من المواد الخام، ببتدي أنا المفروض أبتدي أفحصها عشان أتأكد من أن المواد الخام اللي وردها للمورد سليمة ومطابقة للمواصفات ومستواها جيد. طيب بتشمل أيضا كمان تكاليف المرتبطة بعمليات الاختبار والتفتيش أثناء العمليات الإنتاجية. بتشمل أيضا تكاليف المعدات اللي هتستخدم في عمليات الاختبار والتفتيش. هتشمل أيضا المواد اللي هيتم استهلاكها أثناء عملية الاختبار والتفتيش والفحص. بيبقى فيه هناك مواد، هذه المواد بتستهلك أثناء عملية الفحص والتفتيش والاختبار. المواد اللي استهلكت دي بتعتبر تكلفة أو من ضمن التكاليف التي بتتحملها المنشأة. كذلك أيضا تكاليف المتعلقة بعملية تقييم المخزون. طيب تاني نوع من التكاليف بنطلق عليها اللي هي تكاليف عدم المطابقة. تكاليف يعني عدم المطابقة يعني ايه؟ يعني التكاليف اللي بتحدث بسبب ان انا بنتج منتجات معيبة، يعني مستوى الجودة منخفض، وبالتالي بيكون النتيجة ان انا بنتج وحدات معيبة او بنتج انتاج معيب. هذا الانتاج المعيب بالنسبة لي بيعتبر تكاليف عدم مطابقة. أحيانا بيطلق علينا كمان الإخفاق في تكاليف الإخفاق أو الفشل. ليه بيطلق عليها تكاليف الإخفاق أو الفشل؟ لأن هذه التكاليف مرتبطة بالفشل في تحقيق الجودة، وبالتالي عشان كده بنقول هي عبارة عن إن أنا كمنشأة أخفقت أو فشلت إن أنا أنتج منتج جيد، وبالتالي كانت النتيجة إن أنا أنتجت منتج رديء أو يعني بيصاحبه عيوب، وبالتالي ففي هذه الحالة بيطلق على هذه التكاليف تكاليف عدم المطابقة. وبالتالي بنكرر تاني، تكاليف عدم المطابقة بنقول عليها أحيانا الفيلر كوست، اللي هي عبارة عن تكاليف الإخفاق في ضبط الجودة. هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن التكاليف التي تحدث بسبب وجود عيوب في الجودة بتحدث في المرة الأولى من الإنتاج. طيب تكاليف عدم المطابقة اللي احنا قلنا عليها اللي هي الفيلر كوست، هي عبارة عن ايه؟ الفيلر كوست دي عبارة عن تكاليف اخفاق. طيب تكاليف اخفاق دي، قال لي والله عندي نوعين من الاخفاق، في حاجة اسمها تكاليف اخفاق داخلي وحاجة اسمها تكاليف اخفاق خارجي. طب يعني ايه؟ تكاليف الاخفاق الداخلي يعني جميع التكاليف المرتبطة بالمنتج الذي اخفق في مطابقة مواصفات الجودة، بس ايه؟ لم يتم خروجها للمستهلك او لم يتم وصولها للمستهلك. يعني ايه؟ يعني انا كمنشأة انتجت منتج معين، او هذا المنتج اخفق ان هو يعني يبقى مطابق للمواصفات والمعايير المحددة، وبالتالي انا اكتشفت هذه الخطأ قبل ما المنتج بتاعي يخرج من المنشأة ويذهب الى او يصل الى المستهلك. عشان كده بنقول عليه تكاليف الاخفاق الداخلي. الداخلي يعني تم اكتشافه داخل المنشأة قبل خروج المنتج ووصوله الى المستهلك.
الاتفاق الداخلي بقى هتشمل ايه؟ هتشمل تكاليف إعادة التفتيش والاختبار للمنتجات، ان انا هعمل لو في منتجات معيبة هبتدي انا اعيد تشغيلها، وبالتالي تكاليف إعادة التشغيل هتعتبر من ضمن تكاليف الاخفاق الداخلي. ايضا تكاليف الفاقد الذي لا يمكن اصلاحه، هو ايه الفاقد ده؟ اللي هو الويست. الويست يعني ايه؟ يعني احنا بنقول والله هو اي نشاط يتم القيام به ولا يحقق اي اضافة على الاطلاق. زي ايه مثلا؟ لو انا بانتج او تم انتاج مثلا منتجات معيبة غير قابلة للاصلاح او لا يمكن اعادة تشغيلها او اصلاحها، في هذه الحالة طالما ان هذه الوحدات المعيبة لا يمكن اصلاحها ولا يمكن اعادة تشغيلها بتعتبر شكل من اشكال الفاقد، وبالتالي تكلفة هذا الفاقد بتعتبر من تكاليف الاخفاق الداخلي. ايضا من ضمن تكاليف الاخفاق الداخلي التكاليف المرتبطة بالتعويضات للعاملين او الاصابات، يعني العاملين الموجودين عندي في المنشأة تعرضوا لحوادث او اصابات، وبالتالي بيبتدوا او المفروض ان انا ابتدي اعوضهم او اصرف لهم تعويضات عن هذه الاصابات لانها اصابات عمل. في هذه الحالة تكاليف اصابات العاملين والتعويضات المرتبطة بها بتعتبر من ضمن تكاليف الاخفاق الداخلي. طيب النوع الثاني تكاليف الاخفاق الخارجي، طالما قلنا خارجي يبقى معناها انها خرجت من المنشأة، طالما انها تكاليف اخفاق يبقى ان هناك انا فشلت او اخفقت في ان انا انتج منتج جودته يعني انتج منتج جيد، وهذا المنتج غير الجيد تم خروجه من المنشأة ووصوله الى العميل. وعشان كده بنقول تكاليف الاخفاق الخارجي هي تكاليف المنتج المعيب الذي يتم اكتشافه ولكن بعد تسليم بعد العميل ما يتسلمه او بعد وصوله للعميل. يبقى تاني خلي بالك حضرتك لازم تفرق ما بين تكاليف الاخفاق الداخلي وتكاليف الاخفاق الخارجي. تكاليف الاخفاق الداخلي يبقى هي برضو تكاليف منتج معيب ولكن تم اكتشافه قبل ان يخرج من المنشأة وقبل ان يصل الى العميل او المستهلك. اما تكاليف الاخفاق الخارجي تكاليف هو منتج معيب ولكن تم اكتشافه امتى؟ بعد خروجه من المنشأة ووصوله الى العميل. طيب زي ايه بقى تكاليف الاخفاق الخارجي؟ لو ان في المنتج المعيب ده او الرديء ده وصل الى العميل، طبيعي لابد ان العميل ممكن مثلا هيكون له شكوى، وبالتالي تكاليف معالجة شكاوى العملاء بتعتبر من ضمن تكاليف الاخفاق الخارجي. ايضا لو ان هناك عيوب في المنتج وهذه العيوب لما تتم اكتشافها الا بعد وصولها للعميل، هيبتدي العميل يطلب بيرجع عليا انا او بيطلب ان هو يستبدل المنتج المنتج الرديء بمنتج جيد، او يعني المنتج اللي هو اشتراه فيه عيوب، فيبتدي يرجع عليا ويقول لي لو سمحت انا عايز ده فيه كذا وكذا 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 وانا عايز منتج سليم. فهيبتدي استبدال المنتجات المعيبة والمرتجعة، ده بيعتبر شكل من أشكال تكاليف الإخفاق الخارجي. أيضا إذا تم الرجوع علي أنا كمنشأة بتعويضات، إن أنا كان مطلوب مني إن أنا أدفع تعويضات أو ضمانات، يبقى في هذه الحالة ده بيعتبر شكل من أشكال تكاليف الإخفاق الخارجي. أيضا تكاليف تحمل المسؤولية الناتجة عن الحوادث التي قد تنجم عن المنتج، يبقى كل دي شكل من أشكال تكاليف الإخفاق الخارجي. طيب نيجي لنقطة تانية وهي أدوات الرقابة على الجودة. أدوات الرقابة على الجودة، إزاي أنا أعمل كواليتي كنترول أو أعمل رقابة على الجودة؟ عندي والله 7 أدوات، عندي خريطة التدفق وعندي الهيستوجرام وعندي خريطة السرعة وعندي حاجة اسمها كمان اللي هي الفيشبون أو بنسميه هيكل السبب والأثر، وفي كمان هيكل التشتت، وفي طبعا مخطط باريتو، وفي خرائط الرقابة على الجودة. احنا هنتناول بالتفصيل واحدة من هذه الأدوات وهي خرائط الرقابة على الجودة. طيب خرائط الرقابة على الجودة هي بتستخدم في ايه بقى؟ هي من اسمها هي خريطة أو وسيلة
أو يعني مخطط أو أحد الأدوات الإحصائية اللي بتساعدني في مراقبة الجودة أثناء العمليات الإنتاجية. طيب الفكرة الأساسية بتاعت هذه الخريطة إن أنا برسم يعني زي ما بيقولوا إيه، بحاول أرسم شكل. هذا الشكل عادة بيكون طبعا عندي أولا بكون محددة حاجتين، حاجة اسمها حد أعلى وحاجة بسميها حد أدنى. الحد الأعلى لمستوى الجودة المقبول، والحد الأدنى أيضا لمستوى الجودة المقبول. الحد الأعلى هيبقى عبارة عن إيه؟ قال لي والله هيبقى عبارة عن الوسط الحسابي زائد 3 مضروبة في الانحراف المعياري. طيب يبقى الوسط الحسابي زائد 3 مضروبة في الانحراف المعياري. طيب الحد الأدنى زي ده بالظبط، بس بدل كلمة بلس أو كلمة زائد حط ناقص. الحد الأدنى هيساوي الوسط الحسابي للعينات بتاعتك ناقص 3 في الانحراف المعياري. طيب خرائط الرقابة على الجودة بتنقسم إلى نوعين، احنا هناخد النهاردة إن شاء الله النوع الأول وهو خرائط الرقابة لفحص المتغيرات. طيب خرائط الرقابة لفحص المتغيرات بتبقى هدفها هو فحص كل جزء من الأجزاء اللي بتدخل في إنتاج المنتج، وذلك بهدف التأكد من مطابقة المواصفات القابلة للقياس الكمي. يعني إيه؟ يعني الحاجات اللي أنا ممكن أقيسها بشكل كمي زي الطول زي الوزن زي درجة الحرارة، فالمفروض إن أنا بحاول أتأكد يا ترى هل الأجزاء اللي أنا أنتجتها أو بتدخل في إنتاج المنتج هل هي مطابقة للمواصفات، من خلال ان انا بحاول اقارن او اقيس قياس كمي زي الطول زي الوزن زي درجة الحرارة او ما شابه زي مهم القيم كمية اقدر اقيسها. طيب دي خرائط رقابة لفحص المتغيرات عندي نوعين او بتشمل نوعين من الخرائط، خريطة بسميها خريطة المتوسطات والنوع التاني بسميه خريطة المدى. طيب خريطة المتوسطات من اسمها كده، احنا يعني ايه كلمة متوسط؟ كلمة متوسط ببساطة شوية يعني مجموعة قيم مقسومة على عدد. طيب اذا انا لو خدت مثلا حوالي 20 عينة، المفروض كل عينة يبقى انا عندي هسحب مجموعة من العينات، هبتدي اقول والله حجم العينة بتاعي حوالي مثلا 4 مفردات، يبقى انا دلوقتي عندي 20 عينة، كل عينة بيتراوح حجمها في 4 مفردات أو لها 4 قيم، أنا بسجل لها 4 قيم. هبتدي أشوف أنا بقى عشان أرسم أنا خريطة المتوسط، دايما بيبقى هدفي إن أنا أحدد حاجة اسمها الحد الأدنى والحد الأعلى. طيب الحد الأعلى هيبقى عبارة عن إيه؟ هيبقى عبارة عن سين 2 بار أو 2 داش، اللي هو عبارة عن متوسط المتوسطات. يعني ايه متوسط المتوسطات؟ انت عند حضرتك دلوقتي انت سحبت كام عينة؟ 20 عينة، كل عينة حجمها 4 او كل عينة انت مسجل لها مثلا 4 قيم. طيب المفروض انك هتحسب الاول الوسط الحسابي لقيم كل عينة لوحدها، يعني المفروض العينة رقم 1 ليها 4 قيم، هقوم اجمع الاربع قيم دول واروح اسمهم على عددهم اللي هم 4 يديني سين الخاصة بهذه العينة أو الوسط الحسابي لهذه العينة، وأكرر نفس العملية للعشرين عينة. يبقى أنا عندي وسط حساب العينة الأولى، وسط حساب العينة الثانية، وسط حساب العينة الثالثة، وهكذا لغاية ما أوصل لوسط حساب العينة رقم 20. طيب يبقى أنا عندي دلوقتي 20 متوسط، فالمفروض إن أنا بحسب حاجة اسمها بقى متوسط المتوسطات، يعني أو المتوسط العام اللي هو سين 2 داش، اللي هو الوسط الحسابي العام أو متوسط المتوسطات. يعني بجمع المتوسطات بتوع 20 عينة وأروح أسمعهم على عددهم اللي هو 20، هيديني سين 2 داش زي ما هنشوف في التمرين اللي جاي دلوقتي. طيب ناقص ألف دي قيمة إحصائية بتستخرج من جدول إحصائي بمعلومية حجم العينة. يعني أنا قلت حجم العينة هفترض إن هو 4، يبقى أنا بستخرجها من جدول إحصائي، باجي أشوف والله قيمة ألف لما عند حجم العينة بيساوي 4 هتساوي كام.
طبعا هتختلف، لو حجم العينة 5 هتبقى قيمة 1000 مختلفة وهكذا. فدي قيمة إحصائية بتستخدم من جدول إحصائي، وعادة هتجيلك معطى في رأس التمرين، مش هطلب منك إن أنت تستخرجها من جدول إحصائية ولا زي. طيب أمال مين دي إيه؟ مين دي اللي هي المدى؟ يعني إيه كلمة مدى؟ المدى دايما هو الفرق ما بين أكبر قيمة وأصغر قيمة. أنا قلت إن كل، أنا هسحب 20 عينة، كل عينة ليها كام قيمة؟ 4 قيم. فهبتدي أشوف الفرق ما بين أكبر قيمة، أكبر قيمة يعني مثلا لو في 5 و7 و9 و10، ببتدي أشوف أكبر قيمة في ال4 قيم دول وأصغر قيمة، وأطرح الاتنين من بعض وأجيب الفرق، هو ده المدى. فالمدى دايما هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة. طيب زي ما انتم شايفين، وبالتالي لما برسم الخريطة بتاعتي أو النوع الأول من الخرائط اسمها خريطة المتوسطات، لأنها بتعتمد على حساب المتوسط الحسابي العام أو متوسط المتوسطات لمثلا العينات كلها المسحوب. وبالتالي الحد الأعلى هيساوي س2 اللي هو الوسط الحسابي العام أو متوسط المتوسطات للعينات، مضاف إليه ألف اللي هي قيمة إحصائية مستخرجة من جدول إحصائي من معلومية حجم العينة، ودي هتجيلك معطى في رأس التمرين، وميم اللي هو المدى اللي هو الفرق ما بين أكبر قيمة وأصغر قيمة. طيب النوع التاني من الخرائط هو خريطة المدى. خريطة المدى احنا قلنا يعني ايه مدى؟ يعني الفرق من أكبر قيمة وأصغر قيمة. طيب زي ما انا حددت برضو، ما هي زي خريطة المتوسطات، مش احنا قلنا الخرائط بتاعة الرقبة كلها قائمة على ان لازم يكون في حد أعلى وحد أدنى عشان أشوف يا ترى هل أنا فكانت يعني القيم واقعة ما بين الحد الأعلى والحد الأدنى، يبقى في هذه الحالة بقول إن الإيه إن العملية أو إن يعني خاضعة للرقابة، أو إن الانحرافات عادة لا توجد انحرافات غير لا ترجع للصدفة. طيب أما إذا المشكلة بقى لو كان هناك قيمة واحدة بتخرج عن يعني لو كان في قيمة أكبر من الحد الأعلى أو أقل من الحد الأدنى، يبقى في هذه الحالة طالما في هناك قيم بتزيد عن الحد الأعلى أو بتقل عن الحد الأدنى، يبقى في هذه الحالة هذه القيم بتمثل انحرافات أو أخطاء بترجع إلى عوامل ليس لها علاقة بالصدفة، يعني عوامل غير طبيعية أو عوامل غير عشوائية أو عوامل لا تتعلق أو ليس لها علاقة بالصدفة. طيب نفس الحكاية بقى بالنسبة لخريطة المدى. أول حاجة بحسب المدى اللي هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة في القيم اللي موجودة عندي لكل عينة، وبالتالي بما إن أنا عندي 20 عينة يبقى عندي كام قيمة من المدى؟ عندي 20 قيمة. وبالتالي هقول والله الحد الأعلى للمدى هو عبارة عن متوسط المدى اللي هو ميم داش أو اللي عليها شرطة دي، متوسط المدى لأن أنا ما عنديش مدى واحد، أنا عندي مدى لكل عينة، بحسب المدى الخاص بكل عينة، فعندي عندي 20 مدى لأن أنا مثلا عندي سحب 20 عينة، فهبتدي أجمع اللي هم ال20 مدى اللي عندي وأجمعهم وأقسمهم على عدد العينات اللي هم 20، يديني متوسط المدى اللي هو ميم داش. طيب الحد الأدنى لخريطة المدى هيبقى عبارة عن إيه؟ هيبقى عبارة عن متوسط المدى اللي هو ميم داش هينضرب في دال دي قيمة إحصائية بتستخرج من جدول إحصائي أيضا بمعلومية حجم العينة. الحد الأعلى للمدى هيساوي برضو متوسط المدى اللي هو ميم داش هينضرب في عين، حيث عين هي قيمة إحصائية مستخرجة من جدول إحصائي بمعلومية أيضا حجم العينة. طيب تعالوا نشوف مثال مع بعض عشان نفهم الكلام ده. فرض أن إحدى الشركات تحتاج لعمل خريطة للرقابة على الوسط الخاص بطريقة عمود يتم إنتاجه، يبقى الشركة بتنتج عمود على آلة معينة، وقررت إن هي هتحاول تراقب عملية الإنتاج أو تراقب الجودة من خلال إن هي تعمل خريطة رقابة على الجودة.
الجودة اللي هي خريطة الرقابة على المتوسطات، وبالتالي قررت إن هي تكون حجم العينة 4 مفردات، ويتم سحب 20 عينة لبناء تلك الخريطة. وتم تلخيص قياس نتائج العينات المسحوبة كما هو موضح في الجدول التالي. طيب زي ما حضراتكم شايفين الجدول ده بيوضح رقم العينات من 1 لغاية 20، بيوضح طول العمود كل ان هو سعب 20 عينة، يعني سعب 20، وكانت التغير اللي هو بيقيسه هو طول العمود، وبالتالي عنده العينة رقم 1 قاس الطول وسجله، العينة رقم 2 قاس الطول وسجله، وهكذا، وبالتالي عنده 20 عينة، وبالتالي عنده 20 قيمة من أطوال الأعمدة في العينات الـ20. طيب بعد كده بدأ يدي مفردات العينة، لأن هو قال لي حجم العينة كام؟ 4. لو بصينا العينة رقم 1 هجد والله في 4 قيم موجودين في هذه العينة، عندي 10 و6 و6، صح؟ عندي 10 و6 و6، العينة رقم 2 6 و7 و10. طيب العينة مثلا رقم 5 هجد عندي هجد والله عندي 8 و7 و3 و6، العينة رقم 6 عندي 6 و9 و6 و7، العينة رقم 3 عندي 5 و11 و6 و11، وهكذا. فزي ما حضراتكم شايفين العينة مثلا رقم 20 عندي هذه العينة أنا سجلت، أو اللي سحب طول العمود سحب أو سجل 4 أرقام، أطوال مفردات العينة، حجم العينة كان 4، فسحب في العينة رقم 20 سحب 4 أعمدة، سجل قاس الطول في 9 ثم 4 ثم 6 ثم 10، وهكذا، لأنه حجم العينة عنده بيساوي 4، يبقى أنا سحب 20 عينة، كل عينة حجمها 4 مفردات. طيب المطلوب هو تحقيق الرقابة الإحصائية في هذه الشركة من خلال أولا رسم خريطة المتوسطات، رسم خريطة المدى لهذه العينات، علما أنه عند حجم عينة يساوي 4، فإن قيمة ألف هتساوي 73%، ودال هتساوي 0، وعين هتساوي 22%، لأن أنا قلت لحضراتكم إن دايما ألف ودال وعين هيجوا لحضرتك معطيات في رأس التمرين. أول خطوة في الحل هو ان انا ببتدي احسب المتوسط الحسابي لكل عينة، وقلنا متوسط يعني مجموعة قيم مقسومة على عددها، وبالتالي اهو زي ما قلت لحضراتكم قال لي والله هيتم استخدامها او هيتم حسابها باستخدام المعادلة التالية، س اللي هو الوسط الحسابي للعينة هيساوي مجموع قيم المفردات في العينة مقسومة على عدد المفردات في العينة. يبقى انا مش انا كان عندي العينة فيها 4 قيم زي ما قلنا مثلا 10 و7 و8 و5، بقوم مجمعاهم وراح أسمهم على حجم العينة اللي هو بيساوي 4، يبقى ده الوسط الحسابي للعينة رقم 1. طيب وبكرر نفس العملية لغاية ما بخلص 20 عينة، وبالتالي عندي 20 متوسط أنا حسبته، الوسط حساب العينة الأولى، الوسط حساب العينة الثانية، وهكذا، الوسط حساب العينة الثالثة، الوسط حساب وهكذا لغاية ما أوصل الوسط حساب العينة 20، بقى عندي 20 متوسط، عندي 20 متوسط ال20 عينة، هبتدي أجمع العمود ده وأروح أسماهم على عدد العينات اللي هو 20، يديني الوسط الحسابي العام اللي هو س2 داش، اللي هو هيساوي مجموع الأوساط الحسابية للعينات ال20 مقسومة على عدد العينات اللي هم 20 عينة. طيب بعد كده كمان منساش أحسب حاجة اسمها المدى. المدى يعني إيه؟ يعني الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة. لو انا عندي مثلا 7 و6 و5 1 مثلا، يبقى اكبر قيمة عندي 7 واصغر قيمة هي 1، اطرحهم الاثنين من بعض، 7 ناقص 1 يبقى الفرق 6، يبقى هو ده ايه؟ المدى. المدى الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة، وبالتالي بحسب المدى ايضا لكل عينة، لان انا ما عنديش عينة واحدة، ده انا سحب 20 عينة، هيبقى عندي كم قيمة من المدى؟ حوالي 20 قيمة للمدى. هجمع العمود بتاع المدى ده اللي هو واقسمه على عدد العينات
يديني متوسط المدى اللي هو ميم داش اللي هو ميم وعليه شرطة دي اللي انا كاتباها، هيساوي مجموع المدى الخاص بالعينات اللي هما العشرين مدى مقسومة على عدد العينات اللي هما العشرين. طيب بعد كده ببتدي بقى بكل سهولة ابتدي احسب الحد الادنى لخريطة المدى اللي هو ميم داش، لان متوسط المدى اللي انا حسبته في دال، والحد الاعلى لخريطة المدى هيبقى عبارة عن متوسط المدى في العين. وابتدي احسب كمان الحد الادنى والاعلى لخريطة المتوسطات اللي هو المتوسطات، يبقى لازم يكون عندي الوسط الحسابي العام اللي احنا قلناه قبل كده اللي هو سين اتنين داش، ان انا بحسب الوسط الخاص بكل عينة زي ما قلت لكم بجمع القيم الاربعة واروح اسمها على عددها يديني وسط الخاص بكل عينة، هيبقى عندي 20 وسط، هجمع هذا العمود يديني سين واروح اسمها على عددهم اللي هم العشرين، يديني الوسط الحسابي العام او متوسط العينات او يعني متوسط المتوسطات ناقص طبعا الف قيمة معطاة او قيمة مستخرجة من جدول الاحصائي بمعلومية حجم العينة، ودي هجي لك معطاة في اصل التمرين مش هوزع على جدول الاحصاء ولا حاجة، هتنضرب في ميم داش اللي هي عبارة لسه قايلينها اللي هي عبارة عن متوسط المدى، والحد الاعلى نفس الحكاية يبقى برضو الوسط الحسابي العام او متوسط المتوسطات اللي هو سين اتنين داش للعشرين عينة زائد ألف اللي هي قيمة إحصائية مستخرجة من جدول إحصائي بمعلومية حجم عينة مضروبة في متوسط المدى اللي هو ميم داش. طيب تعالوا بقى نشوف المثال اللي احنا خدناه لو احنا هنحله ازاي. زي ما انتم شايفين كده انا عندي ادي ارقام العينات بتاعتي، انا كنت سحبة 20 عينة، بعد كده هو اداني اطوال مفردات يعني حجم العينة كان 4، وبالتالي كل عينة ليه 4 قيم اطوال للعمود، فعندي العينة الاولى مثلا 7 و10 و6 و6 لان حجم العينة 4، التانية 7 و6 و7 و10 وهكذا لغاية ما انتهينا من 20 عينة، هو سجل القيم دي. طيب بدأ بقى يحسب زي ما قلت لكم اللي هو الوسط الحسابي الخاص بكل عينة، العينة رقم واحد الوسط الحسابي بتاعها اللي هو سين واحد هيساوي ايه؟ هيساوي مجموع الاطوال الاربعة اللي هي 7 زائد 10 زائد 6 زائد 6 واروح اسماهم على حجم العينة اللي هو 4 هيديني 7 وربع. طيب العينة رقم 2 نفس الحكاية، بحسب المتوسط الحسابي للعينة رقم 2 هيبقى 7 زائد 6 زائد 7 زائد 10 واجمع واقسم على 4 هيديني 7.5. العينة رقم 3 5 زائد 11 زائد 6 زائد 11 والمجموع اقسمه على 4 هيديني 8.5، ده الوسط الحسابي للعينة رقم 3، وهكذا بكرر العملية لغاية ما اوصل للعينة رقم 20 اللي هي 9 4 6 10، هجمع القيم بتاعتها واقسمهم ايضا على 4 هيديني الوسط الحسابي لهذه العينة بيساوي 7.5. طيب المفروض لما اجمع انا دلوقتي عندي 20 متوسط، كل عينة ليها متوسط، متوسط حسابي ليه اللي هو سين للعينة رقم 1 وعينة رقم 2 وعينة رقم 3 وهكذا لغاية ما اوصل للعينة رقم 20 اللي هي 7.5، هجمع اجمالي هذا العمود هيطلع 150 و25 من 100، ده اجمالي او مجموع المتوسطات بتاعتي، اروح المفروض اقسمهم على عدد العينات اللي هم 20 عشان اطلع سين 2 داش او اللي هو الوسط الحسابي العام او متوسط المتوسطات. طيب نيجي بقى للعمود الثاني اللي هو المدى، المدى برمز له بالرمز ميم، وقلنا يعني ايه مدى؟ يعني الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة. طيب العينة رقم 1 7 و10 و6 و6، اذا اعلى قيمة او اكبر قيمة هي 10 واصغر قيمة هي 6، يبقى اذا لما اقول 10 و6 الفرق بينهم كام؟ 4، عشان كده المدى الخاص بالعينة رقم 1 هيساوي 4. طب نيجي العينة رقم 2 نشوف القيم بتاعتها 7 6 7 10، طيب يبقى اكبر قيمة ايضا 10 واصغر قيمة هي 6، يبقى ايضا الفرق ما بين اكبر قيمة واصغر قيمة 10 ناقص 6 هتبقى 4، يبقى المدى لعينة رقم 2 ايضا هيساوي 4. طب نيجي لعينة رقم 3
خمسة وحداشر وستة وحداشر، يبقى أكبر قيمة حداشر وأصغر قيمة هي خمسة، يبقى الفرق ما بينهم هيبقى هو المدى اللي هو بيساوي ستة، وهكذا بكرر نفس العملية لغاية ما أوصل لآخر عينة اللي هي رقم 20، هجد إن القيم بتاعتها 9 و4 و6 و10. المدى عشان أجيبه هشوف أكبر قيمة اللي هي 10 وأصغر قيمة اللي هي 4، يبقى المدى الخاص بهذه العينة هيساوي 6. يبقى أنا عندي أيضا هنا 20 مدى، لأن كل عينة ليها أنا حسبت لها مدى. بجمع العمود ده هجد إن الإجمالي بتاعه هيساوي 92. المفروض مجموع المدى ده اللي هو 92 هقسمه على عدد العينات اللي هو 20 عشان يطلع لي متوسط المدى اللي هو ميم داش. طيب ده الكلام اللي انا كنت بقوله لكم واحنا على الجدول، ان المتوسط العام للعينات او اللي هو متوسط المتوسطات، زي ما قلت لكم جمعت العمود الخاص بمتوسطات العينات، مش انا حسبت الوسط الحسابي لكل عينة، فطلع لي 20 متوسط، جمعتهم 150 و25% وقسمتهم على عدد العينات اللي هو 20، طلع متوسط العام للعينات 7.51%. طيب بعد كده حسبت انا زي ما قلت لكم اللي هو العمود الخاص بالمدى اللي هو ميم، حسبت كل عينة المدى الخاص بيها اللي هو الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة، وبالتالي بقى عندي 20 قيمة في العمود الخاص بالمدى. جمعت العمود ده طلع اجمالي المدى للعينات ال20 بيساوي 92، قسمتها على عددهم اللي هو 20 عينة، يبقى أصبح متوسط المدى بيساوي 4.6. طيب بكل بساطة بقى هعوض بس في القانون عشان أحسب الحد الأعلى لخريطة الوسط والحد الأدنى. الحد الأعلى لخريطة الوسط هو عبارة عن إيه؟ القانون بتاعه زي ما قلنا سين اتنين داش، أو اللي احنا بنسميه الوسط الحسابي العام أو متوسط المتوسطات، المتوسط العام للعينات كلها اللي احنا حسبناه اللي هو طلع 7.51%، زائد ألف قيمة إحصائية بتستخرج من جدول إحصائي وأنا كنت عطيه لحضرتك في اديتهولك لحضرتك في الأول وقلت لك 73% لما يكون حجم العينة بيساوي 4، هضربه في ميم داش اللي هو متوسط المدى بتاعي اللي أنا حسبته وكان بيساوي 4.6. أخلص العملية الحسابية بتاعتي هجد إن الحد الأعلى لخريطة الوسط هيساوي 10.87%. الحد الأدنى لخريطة الوسط هعوض على طول في القانون بتاعها اللي هي المتوسط العام للعينات أو متوسط المتوسطات ناقص ألف مضروبة في متوسط المدى اللي هو ميم داش. هعوض بالقيم اللي أنا حسبتها، أنا قلت متوسط المتوسطات بتاعتي أو المتوسط العام للعينات كان بيساوي 7.51%، ناقص ألف قيمة مستخرجة ومعطاة قلنا 73%، هتنضرب في متوسط المدى اللي أنا كنت حاسباه وكان بيساوي 4.6. حسبت الحد الأعلى والحد الأدنى، يبقى بكل بساطة أقدر أرسم الخريطة بالشكل التالي. لو بصينا هنا حضرتك هنا دي خريطة المتوسطات، عبارة عن ايه؟ محور سيني ومحور صادي. المحور السيني دايما هيمثل رقم العينات او هيمثل العينات، انا عندي 20 عينة فمن 1 ل20 يبقى بيمثل العينات او ارقام العينات، ماشي. طيب المحور الصادي هنا هيمثل ايه؟ هيمثل عبارة عن قيم ايضا، لان هو عبارة عن بشوف حجم العينة وبشوف انا الوسط الخاص بيه. طيب بنجد كمان هنا ادي المحور السيني وادي المحور الصادي، لو بصينا كمان هنجد ايه؟ هنجد في خط منتصف اللي هو مرسوم عليه سين اتنين داش اللي هو ايه؟ الوسط الحسابي للعام للعينات او متوسط يعني الوسط الحسابي للعينات كلها او متوسط المتوسطات للعشرين عينة اللي هو كان بيساوي تقريبا 10.57%. طيب بعد كده المفروض انا حسبت الحد الرقابي الاعلى وحسبت الحد الادنى لخريطة المتوسطات وحطيت نقطة يعني عند القيمة اللي بتعادل الحد الرقابي الادنى، وعملت خط كده منقط زي ما حضراتكم شايفين، وعند القيمة اللي بتساوي الحد الرقابي الاعلى اللي هي تقريبا جت تقريبا حوالي 11 وشوية،
كانت بتمثل عملت خط من نقط الايه الحد الايه الاعلى. يبقى زي ما انتوا كنتوا شايفين اهو، عندي حد اعلى وعندي حد ادنى، وعندي كمان اللي هو الخط اللي في المنتصف اللي هو بيمثل الوسط الحسابي للعينات. بعد كده هبتدي امثل الوسط الحسابي الخاص بكل عينة. فمثلا ببتدي اشوف الوسط الحسابي العينة الاولى انا كنت حاسباه كان بيساوي كام، وابتدي احاول امثل قيمته في الخريطة. طيب الوسط الحسابي للعينة رقم 2 قيمتها كانت كام، انا كنت حاسباها كام، وهبتدي اعوض عنها بنقطة او اللي هي الدايرة دي. 3 وهكذا، وهخلص لغاية ما بنتهي من تمثيل الأوساط الحسابية للعينات الايه العشرين عينة اللي عندي. هبتدي بقى بعد كده أعلق، أقول والله من خلال الشكل ده بيتضح ايه، إن جميع القيم بتقع، يعني الأوساط الحسابية للعينات الـ20 بتقع ما بين الحد الأعلى والحد الأدنى. إذا العملية خاضعة للرقابة، أو لا توجد انحرافات خارج السيطرة، أو يعني لا توجد انحرافات لا ترجع للصدفة. جميع الانحرافات هي انحرافات عشوائية وترجع للصدفة، وبالتالي حتى لو هناك انحرافات أو أخطاء فهي انحرافات أو أخطاء مقبولة. ماشي يا جماعة؟ يبقى ده خريطة القابض الوسط. يبقى أنا برسم الخريطة زي ما حضراتكم شايفين، لازم بوضح الحد الأعلى والحد الرقابي الأدنى، ولازم طبعا ما انساش خط الوسط اللي هو متوسط المتوسطات او الوسط الحسابي العام للعشرين عينة بتاعتي. وهبتدي امثل بقى الوسط الخاص بكل عينة اللي هي الدوائر الصغيرة دي من 1 لغاية 20. وبعدين بعد كده ببتدي اعلق، اذا كانت جميع النقاط بتقع ما بين الحد الاعلى والحد الادنى، اذا هقول له والله هذه الانحرافات او الاخطاء الموجودة في هذه العملية هي عملية مقبولة، وجميع الأخطاء والانحرافات بتعتبر أخطاء عشوائية، والأخطاء والانحرافات بترجع إلى الإيه؟ إلى الصدفة. أما إذا كان في نقطة بقى بتكون موجودة فوق الحد الأعلى، أو في مسألة تانية كانت تحت الحد الأدنى، يبقى هبتدي أقول والله إن النقطة دي بتمثل، أو إن العينة رقم كذا مثلا اللي هي بتمثل النقطة دي، هناك انحرافات في هذه العينة لا ترجع للصدفة، ويجب إعادة فحص العملية مرة أخرى. طيب خريطة المدى بقى، لأن هو طلب مني أرسم خريطة المدى كمان. إحنا قلنا الحد الأدنى والحد الأعلى لخريطة المدى. الحد الأدنى لخريطة المدى هو عبارة عن متوسط المدى بتاعي اللي هو ميم داش اللي أنا كنت حاسباه اللي هو 4.6، هينضرب فيه دال قيمة إحصائية مستخرجة من جدول إحصائي بمعلومية حجم عينة يساوي 4 كان بيساوي 0، وبالتالي المقدار كله أصبح الحد الأدنى لخريطة المدى بيساوي 0. الحد الأعلى لخريطة المدى هيساوي ميم بار أو ميم داش أو المتوسط المدى بتاعي اللي هو 4.6 اللي أنا كنت حاسباه، هنضرب في عين اللي هي قيمة إحصائية مستخرجة أيضا من جدول الإحصائي اللي هو بيمثل الحد الأدنى، بيمثل يعني حدود الرقابية، كانت قيمته 2.4%. لما هجمع هجد إن هو الحد الأعلى هيطلع 10.49%. هبتدي امثل الخريطة وارسمها بهذا الشكل زي نفس الفكرة، محور سيني ومحور صادي. المحور السيني بيمثل العينات بتاعتي اللي هي من 1 لغاية 20، والمحور الصادي بيمثل المدى. بعد كده هبتدي اشوف الحد الادنى كان عندي انا حسبته كان بيساوي 0، عشان كده المحور الصيني هو نفسه بيمثل الحد الرقابي الادنى، يعني لأن الحد الرقابي الأدنى بيساوي 0، وبالتالي فالحد الرقابي الأدنى بينطبق على المحور السيني اللي هو الخط ده. طيب بعد كده متوسط المدى أنا كنت حاسباه اللي هو ميم داش، وكان تقريبا حوالي 4.6 اللي هو الخط اللي في المنتصف ده. بعد كده الحد الرقابي الأعلى احنا حسبناه برضو كان بيساوي 10.49%، وبالتالي جيت أنا مثلته بخط ايه منقط كده. طيب لما اجي اعلق على هذه الخريطه هقول ايه؟ زي ما حضرتك شايف كل النقط بتقع ما بين الحد الادنى والحد الاعلى، ما عدا نقطه واحده بتقع او يعني فوق الحد الاعلى اللي هي تقريبا العينه رقم 18. يبقى معنى كده ان هذه العينه يجب اعاده فحصها اهو.
من خلال الخرائط اللي احنا شفناها لازم بعلق عليها اقول والله خريطة المتوسطات اللي انا شفتها كانت كل القيد ما بين الحد الادنى والحد الاعلى، وبالتالي طالما انها بتقع داخل حدود الرقابة الحد الادنى والحد الاعلى يبقى جميع الانحرافات ما بين الاوساط المختلفة بترجع بالصدفة، والعملية مقبولة وخاضعة للسيطرة. طيب الخريطة التانية خريطة المدى دي بتدل على ان جميع انحرافات المدى عدا عينة واحدة اللي هي العينة رقم 18 كانت جميع الانحرافات بتقع داخل الحدود الرقابية يعني ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى للمدى، وبالتالي فجميع الانحرافات بترجع للصدفة فيما عدا العينة اللي هي رقم 18 اللي كانت فوق الحد الأعلى، مما يحتمل معه أن تكون هذه العينة سحبت في ظروف غير طبيعية للعملية التشغيلية، وبالتالي يجب أن يتم استبعاد العينة رقم 18 وإعادة الحسابات، إن أنا أعمل تاني أعيد رسم خريطة المدى تاني على أساس إن هم عددهم 19 وليس 20، لأن أنا بستبعد العينة اللي كانت فيها مشكلة اللي كانت موجودة فوق الحد الأعلى أو بتزيد على الحد الأعلى أو بتخرج عنه اللي هي العينة رقم 18. بشكر حضراتكم جدا، و أقول لحضراتكم إن شاء الله إلى اللقاء في محاضرة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.